قوة الردع الخاصة. في رابعة النهار كانت قوة الردع الخاصة بعد عمل استخباراتي دقيق وطويل الأمد استطاعت كشف اللثام عن أخطر المطلوبين من الدواعش اللئام. وفي غفلة من كلاب أهل النار كان الخناق محكما على الأمير ومساعده في وكر ظن بأنهم بعيدين عن الأنظار، فرفع اللثام عن كلاب أهل النار. وخلال القبض على الأمير ومساعده كان لزاما تأمين المنزل وأخذ الحيطة والحذر من العازمة الناسفة التي كانت بحوزتهم. وهكذا كانت قوة الردع الخاصة في مهنية عالية وبدون إطلاق أي طلقة قد ألقت القبض على الأمير ومساعده من كلاب أهل النار في ساعة تمكين من العلي الجبار. الله أكبر يا تريس، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر يا كلاب أهل النار، يا كلاب أهل النار. وبعد التفتيش الدقيق لوكر الدواعش كان هناك حزامين ناسفين، وكان على افراد قوة الردع الخاصة احكام القبض عليهم بدون اي حركة، لان اي داعشي في حالة القبض عليه تصدر له الاوامر بتفجير نفسه. محمد سعد محمد تجوري كنيا أبو سليمان من درنا. في 2003 مشيت للعراق، قعدت فترة كبيرة بعد روحت قعدت في درنا بعد انحبست. كانت كيف حبس؟ قعدت في الحبس حوالي 7 سنين وشوية. سالم عبد السلام خليفة محمد العماري، من مواليد 1986 من مدينة سرت، أحد أعضاء تنظيم دولة في سرت. كنت بايعت يعني في مدينة سرت لأبو أبو عبد الله في منتصف عام 2014. أحمد محمد صديق حيمي من تجورة بالنشر، عمري 39 سنة، أبو حمزة، بايعت في سوريا، روحت قعدت في سرت. بس قعدت في الحبس حوالي 7 سنين وشوية، عرفت؟ وبعدين طلعت في التحرير يوم 28، بعد روحت قعدت في درنا فترة، بعدها مشيت للشام، قعدت في الشام وادي، بعدها بيعت الدولة وادي في الشام، بعدين روحت لليبيا ومشيت لبن وليد، بعد بن وليد مشيت لسرت، قعدت في سرت فترة، نبي نمشي لدرنا ما صار شيء، ما حضرتش طريق، قعدت فترة تلقيت مع والد رابلس أحمد صالح الحمالي.
كلفني أمير لمدينة صبراتة يضمني النائب متاعي إلى أن تم الاتصال بي من قبل أحمد صالح الهمالي أبو عبد الله أمير ولاية طرابلس، كلفني بإدارة الشؤون الإدارية في مدينة صبراتة من تنظيم الصفوف ويعني نشوف شنو المشاكل الموجودة غادي، ونقول له نقولهم يعني لأبو سليمان اللي هو يعتبر أمير مدينة صبراتة. بعد البيعة يعني قعدت في المدينة ليس لي أي عمل إلى أن تم تكليفي في شهر رمضان الماضي باستلام مهام النقلية إدارة النقلية في المدينة لمدة شهر أو شهرين، يعني ما ليست بالمدة الطويلة. قمت خلالها يعني بإصلاح السيارات المعطوبة داخل المدينة، وبعدها تم تكليفي بإدارة المحميات الطبيعية اللي موجود فيها المواشي والإبل من إبل وغنام وغيرها في محميتين في ضواحي مدينة سرت. بالنسبة لي أبو عامر الجزراوي المسؤول عن مدينة سرت سعودي الجنسية، هو لم يجلس معنا ولم نقابله نهائيا، يعني لا ندري ما الأسباب، لكن لم بالنسبة لي أنا شخصيا لم أجلس معه ولم ألتقي به إلا مرة أو مرتين، يعني كان فيها ملتم وكان يعني غير واضح، يعني لا أذكر إلا أنه شخص يعني قصير القامة. وجهنا بن وليد قعدنا فيها دي حوالي أسبوعين، استقبلنا موسى المغربي واستقبلنا خالد الشلافي مكنا بأسد الله ومالك مبارك الخازني، قعدنا 15 يوم في بن وليد أساس بنمشي بصفات. جيت من مدينة سرت، خرجت من مدينة سرت وتوجهت إلى مدينة بن وليد، ومن ثم مدينة بن وليد توجهت إلى العاصمة طرابلس لكي أتوجه من بعدها إلى مدينة صبراتة. تم استقبالنا من قبل أحمد التجوري في منزل خاص به، يعني نقعد عنده يوم أو يومين لين يوفر يعني الطريق للذهاب إلى مدينة صبراتة. بالنسبة للأجانب في أو المهاجرين في صبراتة، شخصيا أنا لا أعرف أحد نهائيا في صبراتة إلا شخص تم ربطي به عن طريق أبو عبد الله أحمد صالح يدعى أبو أنس، أعطاني رقمه وقال لي هذا تنسق أنت وياه يستقبلك في مدينة صبراتة ويوفر لك مكان يعني سكن تبت فيه في مدينة صبراتة. عندنا كم يوم وطلعنا مرة أخرى لصبراتة، طلعنا عن طريق الشوفانة، ما صار شيء، ما حصلناش طريق، ردينا قعدنا في طرابلس عند واحد من الشباب من أحمد تحيف. أبو سليمان وسالم يبهون في صبراتة غادي بين النص كلهم، هم منسقين مع ناس لكن ما جهومش وكلموني طبعا بين النص كلهم، باتوا عندي في الحوش، كانوا مكلفينهم بيمسكوا صبراتة، جايبين معهم حقائبهم وزوز مسلسات وزوز أحزمة. أني استقبلنا أحمد التحيم في طرابلس في السكن متاعها، كونيت أبو حمزة من طرابلس من تجورة، وبعدين بيتنا عنده عرفت. باتوا عندي في الحوش، كلمني أبو سليمان، قال لي نبي نقعد عندك يوم ونبي نمشي صبراتة، قال لي نبي نمشي صبراتة نسق لي ولا شوف لي طريق ولا تو نكلم صاحبي تو يجي يرفعني. تالي تم القبض عليك، شدوني في شارع النصر أنا ونسيبي، وبالتالي مشوا لهم هم في الحوش، قلت لهم ساس معي زوز بيتين مشوا لهم في الحوش. اليوم يعني تم القبض علينا ونحن نائمون لا ندري عن شيء إلا وقوة الردع الخاصة فوق رؤوسنا في منزل أحمد التجوري. نحن راقدين لقينا صفقانات البنادق فوق رؤوسنا، فهمت؟ وتم القبض علينا من قوة الردع الخاصة. قوة الردع الخاصة.